السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة لافندر. زي ما انتم متعودين بيبقى كل جمعة بيكون في مسابقة مليون ذهبة في هدايا. هقول هكتب تحت في الكومنتس او الكومنت هيكون اللينك بتاع الفيديو اللي فيه المسابقة، لان في ناس كتير اوي لحد دلوقتي بتسأل. تمام، هقول اسامي المشتركين كالعادة: البارود، محمد حماد، لبأس، محمود، اكس مودي، طماطم، ليلة، سجاد، وفرانك، محمد اسماعيل، رقية رقية، علي، كوكايين، منوعات مضحكة، منى كولتوت، ميجو العراقي، النبض، لوتين، اسو اسو، فيروزة، حنان، ندى، عبد المالك، انيكا بشخصيتي، جاست ا دريم، نايف، تصاميم، ياسر البصري، المجنون، محمد ثروت. نبتدي، يلا نعمل السبن. 1 2 3. فيروزة. بس فيروزة أختي، بس ينفع؟ لأ، عارفة إنك هتتفرج عليا دلوقتي وهتعملي حوار، بس أنا أكيد مش هديكي. يلا نعمل يلا نعمل سبين تاني. النبض، مبروك 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 مبروك، كسبتي 1,000,000 ذهب في دي. هستناكي في الجروب بتاعي، هعملك اد وهبعتلك ان انت تيجي الجروب بتاعي. عايزة تيجي النهاردة تيجي، عايز تيجي بكرة تيجي، بس بكرة الصبح او بالليل خالص، او عايزة تيجي يوم الاثنين عشان ما تضيعيش على نفسك التربي. اهم حاجة اهم حاجة اهم حاجة يكون معاكي بطاطين وخواتم نبدل بيهم، يبقى يكون معاكي بتاع 40 بطانية او 40 خاتم، يعني هنبدل ب10 ب4 صناديق، 10 10 10 10. قبل ما تيجي تشوفي الجروب بتاعك، تاخديهم من حد وهديهم لك في الاخر بعد ما نبدل وترجعهم له تاني، او ان انتي تعملي توم قبل ما تيجي. تمام، اهم حاجة يكون معاكي خواتم او بطاطين، ويستحسن طبعا بطاطين عشان نخلص بسرعة، لان ده مليون ده رقم كبير جدا. تمام، هستناكي في الجروب بتاعي. مبروك 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 مبروك. ماشي، يلا اي حد ما فاز يستنى، مش يستنى، يفقد ما يفقدش الامل قصدي، لان ان انا بعملها كل جمعة يعني، ولسه مش هوقفها دلوقتي. تمام، لسه مش هوقف المسابقة دلوقتي. طيب يلا، باي باي.